بأحد ليالي رمضان اضطر أحد أصحاب محلات الفطائر إنه يتسحر برا البيت لأنه الوقت قرب لأذان الفجر. وهو عم يتسحر وإذ بيلاقي مجموعة شباب مشوا تجاهه طالبين شي لحتى يتسحروا فيه. خبروا إنه هن من سكان الأرياف وكانوا بيدوروا على شغل بالمدينة. وانتهى اليوم بدون أي نتيجة والأموال اللي معهم كانت ما بتكفيهم لحتى يرجعوا لبيوتهم. صاحب المحل سمعهم وقرر إنه يسحرهم أفضل سحور على حسابه بدون أي مقابل. بعد فترة إجا لعنده أحد أغنياء البلدة وأعطاه مبلغ كبير من المال وطلب منه توزيعه على كل محتاج بيقابله. صاحب المحل كان مؤمن بالعوض المضاعف من الله سبحانه وتعالى وضرورة تقديم المساعدة بدون انتظار مقابل. كان مؤمن بأن الله تعالى هو اللي بيطعم وبيرزق عباده، والإخلاص بالعمل لوجه الله رح ينرد أضعاف مضاعفة. فيك تعطي من مكانك، تعطي بإمكانياتك، المهم أنك عم تعطي وربك وعدك بالعوض المضاعف.